السلام عليكم. بلا ما نطول عليكم الاخوان، المهم من خلال تصويره ديال الفيديو ولا من خلال عنوان ديال الفيديو عتشوفوا الجمله متخصصه في التقاشر، متخصصه في ملابس نسائيه داخليه وكذلك ملابس داخليه رجاليه، المهم بزاف الحاجات في هذا المحل ان شاء الله. المهم اللي كيبغي الجمله في طنجه، اثمنه اقل من كازا، وكاين بعمارة الأثمنة بالثمن كازا، يعني بلا ما تطلع من كازا تواصل معايا عبر الرقم الواتساب، ها الرقم الواتساب هنا ولا عتجبرو هنا ولا عتجبرو في أول تعليق. دخلوا معايا الإخوان، تواصلوا معايا، صادوا لي رسالة عنجاوبكم إن شاء الله. أنا كنخرج معكم وكنديكم بزاف د المحلات، ماشي أي واحد. بغيتي محل فحال هيدا ولا بغيتي محل ديال المستحضرات التجميل يعني المكياج، بغيتي كذلك محل ديال العطور الشرقية، كنديك هادشي كامل الاخوان. حتى الدوريجين بغيتي نديه لكم، نديك عندك المحلات ديالو. تواصلوا معايا الاخوان وانا كنمشي معكم، كنشد المحل ديالي وكنخرج معكم لقاء واحد الثمن اللي ورمزي ما كنشارطش اللي كتصب الله كنديه. السلام عليكم، انا يلا تخدنا هادشي هذا، بغيت صونيت على السيد هضر معايا. السيد صراحه هذا الله ولد الناس، هضرت معاه تواصل معايا نيشان، ما يعني ما من معايا لا شغل ديال شغل ديالي النصابه ولا شي حاجه. عيطت له دار معايا، قال لي انا عنديك تن محل بوري داني وقف معايا وعطاني من وقته وسمح المحل ديالو، تا هو عنده شغل ديالو غارق شغل بوري، جا معايا تن محل وعطاني الوقت وبقى معايا بوري ساعد ما كان وزياده هنايا، وراني السيد هنايا عنده محل تبارك الله عليه، عنده كل شيء يعني اللي بغيتي اللي تحتاجو اللي تحتاجو ان شاء الله يا ربي تجبرو على السيد هذا. وتاد السيد هذا تبارك الله عليه معامل صراحه ولد الناس، ماشي يعني انا كنجاملو في الوجه ولا شي حاجه، ولكن غير بالتعامل ديالو يعني راه حقيته صراحه ولد الناس. ماشي اي حاجه بغيتي او ما عرفتيش شنو تعمل اجي من هذاك نصحك، مع عند هذا السيد هذا هو يديك تن عند مول المحل يتعامل معك طبي ديال التعامل، هادشي اللي كاين. السلام عليكم. السلام عليكم الاخوان، هنايا بدينا بالسلعه ديال الشومز دنو، شي حايد العراس شي حاجه مزيانه. انا الاخوان الموديلات شي حاجه واعره بزاف، الموديلات هادي كامله الشومز دنو، شي حايد العرايس شي حاجه. كاين كذلك انا ملابس داخليه، هاد على الفوقي كما كتشوفوا، هادشي كامل جمله، شي كامل جمله اخو. كاين حتى دو بيس بثمن كازا، اللي عارف سلعة كازا شحال الثمن ديالها راه هادو بثمن كازا. انا اخوان كما كتشوفوا بونجا مواسطة مغليطة مرقيقة، كاين كذلك بونجا الغليطة، كاين بونجا الرقيقة مرة. انا اخوان سمحوا لي قايلة عندي بزاف نشوج، كاين كذلك حتى طرابش مصوفين ديال البرد. انا اخوان كما كتشوفوا كاين بوديات سخونين، هاد البوديات سخونين السيد الله عمره سلعة معاملة عنده يبغى يجي يتسوق. كاين كذلك الطرابش هادو ديال العواو سخونين يبغى يجي مرحبا بك. هانا الاخوان شي حاجه سخونه بالدرب، كاين حتى الفوط كيبغي يخدم بالفوط كذلك هما فهمين. كاين في حاله هذا السيف اللي كيجي لهذا الشكل هذا كيجي طالع حتى الكرش من هنايا، كاين ميديات كذلك، كاين هادو ديال الشبكه. هانا الاخوان كاين اونوس ديال الرجل شحال مزيان. هنايا اخوان كاين تقاشر تقشير معلومه اخوان، الثمن ديالها راه مزال دابا حاليا هانا اخوان 24 درهم باكية فيها 12، 24 درهم باكية فيها 12. هانا اخوان بياض بيتي هيدا قصاري ديال بيتي كيما ماركة نايكا، كيما أنوات ديال الرجال كذلك الإخوان، هاهما أنوات ديال الرجال. أنا الإخوان شي حاجة اللي بغيتي تقاش الأنواع اللي بغيتي، كاين تا اللي كتجي بياض كاملة، كاين هادو اللي كيعدلو مع الصلاط مكاسن كيجيو أرضيين مزيونين، كاين دارت تا ديال النسا هاهما فهمين. سلعة خمسة درهم هاد الناس كيبغيو سلعة خمسة درهم، تجيو ترزقو لله. هانا الإخوان هاد الدرجة كذلك عاوتاني، كاين ديال الأطفال الطاير ديالهم كاملين، الطاير اللي بغيتي الأطفال بنات دراري، كاين كذلك الأطفال اللي متوسطين ديال العمار ديال
7 سنين 8 سنين اخوان كاين تقشيره بحال هيدا كتجي طويله ديال نايكا شي حاجه مزيونه واعره خارجه هادي كاين اللي كيبغيها لبسه عادي كاين اللي كيلبسها كوره انا كنفضل العاديه مزيونه كاين اخوان حتى هادي كتشوفوا اخوان انا وريكم بعض الصوفيتات شوفوا ماشي هادو اخوان جديد هذا بودي سخون شي حاجه واعره والثمن راه مناسب عند السيد الثمن راه مناسب صراحه هانا الاخوان نحاول نوريكم الصوفيت مات ها الصوفيت مات الاخوان راه فيها قري فيها بياض فيها الكحال وصلوا مبالا شي حاجه مزيانه يعني الا عملتيها في المحل ما عرفتي تحشمي نوقفوا الفيديو واحد دقيقه الاخوان اذا عجبكم هذا المحل هذا كتبوا لي في التعليق شنو اللي عجبكم فيه واش ديك الشيء واعر فيه اخوان توكلوا لله زعموا توكلوا لله التجاره كون نهار ورزقه والاخوان اللي اول ما كيشوف قناه ما فيها بس عاون هذا العبد الضعيف شارك في القناه ديالو ودعمنا بلايك وشي تعليقات من عندك راه ما تخسر والو والله يرحمكم الوالدين انا السيد راه سنوات انا كنتعامل معاه انا هذا بودي تصوني كذلك كاين مدرس بحال هيدا عاوتاني اخوان هايدا بن حمو اللون بالاش شي حاجه واعره اللون بالاش ديالها مزيان اذا عملتيها في المحل هنا الاخوان عاود دو بياس عاود واحدين اخرين هاهم اخوان كاين سليبات ديال النساء شي حاجه ممتازه تسوي مزيان هاهم اخوان هادو سراول ديال الرجال شي حاجه سخونه ممتازه شي حاجه سخونه ممتازه هادو سبيدوات تاو ماشي حاجه واعره هذه التقشيره ديال 10 دراهم اللي كيبيعوها 10 دراهم سخونه شي حاجه واعره ديال الرجال كيلبسوها حتى النساء اللي كيبغيو يتهلاو في راسو احنا الاخوان هادو بالنسبه للاخوان هادو هادو سليبات رخاص اللي كيتباعوا ب 5 دراهم ها اللي كيتباعوا ب 5 دراهم ها كاين حتى ديال هادو ديال الاطفال اطفال ولا النساء اللي ضعافين هادو طايت صغارين هانا اخوان عندو شي حاجه ممتازه او كذلك هادو السوفيت ماج ديال النساء تا هو متوفرين هنا في المحل كاين اللي بغيتي كاين هادو السوفيت ماج عاود بكولوريس هانا اخوان هادو بكولوريس اللي بغا شي حاجه يتواصل معايا في الرقم واتساب ما خدام ماشي ابل تواصل معايا في واتساب هانا الاخوان تبارك الله راه السلعه كامله موجوده اللي بغا يجي هنا هانا الاخوان السلام عليكم كاين حتى بحال هكا اخوتي هادو الميديات ميديا ديال النساء كاين انواع ديالهم كاملين هنا الاخوان كاين هادي اللي كتجي حتى الركبه هانا الاخوان الحنيه الحاجه اللي كتخرج كاين حتى في الكحال اللي كيبغي هاك الحال ديالي هانا الاخوان هانا الاخوان تما كتشوفو تبارك الله كاين خير الاخوان هنا صوفي تما الانواع والاشكال اللي بغا يتهلا في راسو هانا الاخوان كاين حتى الطرابيش ديال الرجال ها السلعة الاخوان هادي السلعة اللي دا السيد والله يجيب له التيسير نتمنى التيسير الجامع توكلوا الله توكلوا الله